يلا راح نبدا بهذا المثال على طول. اول شيء انا ببدا بامثله الكتاب، بعدين بناخذ شيء خارجي. نحل سؤال زي هذا، احنا شو اللي لازم نكون متذكرينه او عارفينه عن هذا الموضوع؟ رقم واحد هي الصوره القياسيه لمعادله الدائره. انا تقول ببالي على طول الصوره القياسيه لمعادله الدائره. والله لو طفوا مايكاتكم بس عشان يظل هدوء. س ناقص د لكل تربيع زائد ص ناقص ا لكل تربيع يساوي ايش؟ را تربيع او نون قاف تربيع زي ما بدكم تسموها. انا بكتبها نون قاف على اساس انه اظن متذكر انه احنا نحكي عن دائره. دالها ايش بتمثل؟ مركز. مركز الدائره. مركز الدائره. اذا احنا حتى نقدر نعرف المعادله شو بلزمنا؟ بلزمنا نصف قطر وايش؟ ومركز. اذا عرفنا مركز الدائره وعرفنا نصف القطر، المركز طبعا لانه نقطه، اذا احنا بحاجه لايش؟ احداثيات النقطه. ونصف القطر طول، اذا بدنا نعرف طوله. طيب خلينا نجي نحل هذا السؤال. خليني بس اركز على شغله كمان واحده. اذا اول شغله لازم اكون عارفها بالنسبه لكل دروس القطر، اول شيء الصوره القياسيه لازم اكون حاططها بذهني، بعدين اشوف شو العناصر اللي بتلزمني اكون عارفها، بصير بعدين ادور على طريقه كيف اجيبها. الخطوه الثالثه او الطريقه الثالثه اللي بتبعها دائما شو هي؟ الرسم. انا بعتمد كثير على اني ارسم، مو شرط رسم دقيق، اللي هو رسم تقديري تقريبي بس عشان افهم ايش السؤال، هيك اللي راح امشي عليه باستمرار. يلا مركزها معطيني اياه، ما دام مركزها معطيني اياه معناته اعطاني دالها. كويس. لو اعتبرنا هاي 5 و3، شوفوا انا ما رسمت بدقه، اللي هو دال وها اللي هي 5 و3 اللي هي مركز. هذا المركز. وتمر بالنقطه، يعني مين اللي تمر بالنقطه؟ الدائره اللي تمر بالنقطه. يعني عندي الدائره هيك عامله. كويس. تمر بالنقطة هاي اللي هي 1 و0. تمام الكلام؟ تمام. طب ليش أعطاني إياها هاي النقطة؟ هي سين وصاد. عشان أطلع نون قاف. أيوه نون قاف. إذا هو أعطاني معلومة أطلع منها نون قاف. طب كيف بدك تطلع نصف القطر؟ قانون البعد بين نقطتين. المسافة بين نقطتين. قانون البعد بين نقطتين، قانون المنتصف، وقانون إيش؟ البعد بين نقطة وخط مستقيم. هذول الأساسيات اللي بنشتغل عليهم دائما. يلا إذا نصف القطر إيش يساوي؟ يساوي الجذر التربيعي لي على السريع 5 ناقص 1. أكتب القانون ولا على طول طبق وخلاص؟ أطبق على طول. طبق على طول وخلاص. أيوه. وهي ماشية على المحل الهندسي تاع المرة الماضية ولا لا؟ هي 5 ناقص 1 كل تربيع زائد 3 ناقص 0 الكل تربيع، اللي راح تكون عبارة عن الجذر التربيعي لي هون 16 زائد 9. يعني معادلة الدائرة ايش صارت؟ معادلة الدائرة س ناقص 5 تربيع ص ناقص 3 تربيع تساوي 25. 5 لأنه القانون يقول نون قاف تربيع. تمام الحكي؟ تمام. هذا المثال الأول، مثال بسيط مباشر ولا في أي فكرة، مجرد طبقت على القانون وهي الرسمه طلع كيف قدامكم. طيب تعال نشوف التدريب. التدريب 1 شو بحكي؟ تدريب 1 هسه طلعوا كيف راح نمشي عشان نمشي بسرعه ونقطع ماده كويسه فيه، انه يعني نحرق الفكره. اذا عرفنا الفكره اتوقع الاجراء الحسابي مش هالشيء العظيم راح يكون. هاي نفس اللي قبل. يلا خلينا نشوف نفس اللي قبلها. اكيد بقول لك نهايتي قطريه فيه. لا قطريها هون النصف اختلف. يعني انا لو جيت بدي اشوف رقم 1 هو بده دائره، هاي دائره. شايف كيف انا دائما برسم عشان افهم؟ نهايتي نهايتا قطر فيهما فيها، يعني هاي نقطه وهاي نقطه، هذا اسمه قطر. طب شارع على منتصف قطعه مستقيمه عشان نطلع احداثيات المركز. احداثيات المركز. طيب اذا احنا المفقود عندنا الان احداثيات المركز مفقوده اللي ادالها، ومفقود كمان البعد هذا اللي هو نصف القطر.
تمام ولا مش تمام؟ تمام. يلا إذا أول شيء بدنا نجيب إحداثيات المركز. إيش نعمل؟ نحكي 5+7=2 اللي هي المنتصف، نجمع 5+7=2 وسالب 1+3=2 بيطلع 6 و1. إذا المركز صار 6 و1. هاي طلعنا دالها. شو هذا كده؟ بعدين المسافة بالنقطتين صح؟ نعم. بعدين المسافة بالنقطتين عشان طلع نصف القطر. بالضبط. هسه يا بتجيب المسافة بين 6 و1 هاي و7 و3 اللي هي نصف القطر، أو بتجيبي البعد بين 7 و3 و5 و1 وبتقسميه على 2، يعني أي طريقة بدك إياها. فخلينا نجيب بين هاي وهاي. إذا نصف القطر بيساوي الجذر التربيعي لي، يلا احكي، 7 ناقص 6 تربيع 1 زائد 3 ناقص 1 زائد 4 أربعة. يعني بيطلع جذر 5. نصف القطر بيطلع قديش طوله؟ جذر 5. خلي جذر 5. معادلة الدائرة، هو بده معادلة الدائرة. نقول س ناقص 6 الكل تربيع زائد ص ناقص 1 الكل تربيع يساوي 5. خلصت المسألة. صعب الطريقة؟ لا. وأتوقع يعني لو نمشي يعني باستراتيجية واحدة زي هيك باستمرار بتلاقي الأمور سلكت 100%. اللي بعده، بدي أنا أطلع إحداثيي مركز وطول نصف قطر الدائرة المعادلتها القد، هذا مباشر تماما يعني. المركز سالب 1 و4. المركز سالب 1 و4 من غير الإشارة. جذر 30. ونصف قطر جذر 30. معيدت. خلصت المسألة. يعني أسئلة مش تافهة، أتفهم من التافهة. طب هون إيش بقول؟ جد معادلة، خلينا نأخذ المثال هيك ونسوي حالنا إحنا مش شايفين الرسمة، لأنه الرسمة بتكشف الحل ترى. أنا هذا اللي بقول لكم إياه، إنه دائما الرسمة شو مالها؟ بتكشف الحل. لما تصعب المسائل مرات بلجأ للرسم يعني بشكل كثيف، مرات لا، يعني بحاول أجيبها عن طريق المعادلات عن طريق كذا. خليني أفتح جريد بس عشان يعني تبين عندي كأنه في محاور إحداثية. القصة إنه إيش صاير عندي؟ النقطة مركزها سالب 3 و2. أول شيء خلنا نعمل المحاور. هاي محور الصادات وهاي محور السينات. طبعاً أنتوا في الامتحان ما في داعي ترسموا رسم دقيق زي هيك أو يعني بدقة، خلاص المهم تعطي الفكرة. طيب وين النقطة؟ نقطة المركز وين هي؟ سالب 3. 1 2 3. هاي سالب 3 و2. و2 يطلع لنا 2. إذا هاي المركز. شايفين وين بعمل؟ هاي سالب 3 هيك وطلعت 2. أنا ليش عملت المربعات؟ عشان أقدر أحددها بدقة شوي. وتمس محور الصادات، هاي معلومة مهمة. كيف يعني تمس محور الصادات؟ يعني هون راح يكون البعد في قديش؟ هاي البعد هذا المسافة قديش؟ 3. وهون راح ترسم الدائرة، راح تخليها تمس هيك، هيك راح تيجي. يعني نصف القطر 3 صح؟ بالضبط. شوفي هو نصف القطر 3، بس انا بقول لك لو ما رسمتيها ما راح تعرفي انه نصف القطر 3. يعني من الحفظ لحاله، في ناس تعرف شو بيعملوا؟ بروح بيحفظوها حفظ. بتعرف كيف بيحفظوها حفظ؟ كيف؟ يعني انه خلص اذا اجتك تمس معناته نصف القطر 3. لا كنا من السوالف هاي. هذا حكي فاضي اسمه. يعني بصير عملية مخادعة. لا، انت ارسم الرسمة افهم ايش حكى السؤال. حكى انه هذه تمس، يعني تقطع الدائرة بنقطة، معناته هذا ايش رح يكون؟ نصف القطر. نصف القطر قديش حكيتي لي؟ ثلاث. كيف عرفتي؟ من الرسمة عرفته مبينة. بالضبط. وهي نقطة شو احداثياتها؟ سالب 3. وهي نقطة شو احداثياتها اللي هون؟ شو احداثياتها هاي اللي هون؟ نقطة التماس 0 3 0 2. ليش 3؟ 2 2 صادق 0 و2. أنا شو بدي فيها نقطة التماس؟ أصلا ما بتلزمني، بس أنا بلزمني مين؟ بلزمني نصف القطر والمركز. هاي عندي الحمد لله خلصت. إذا المعادلة س زائد 3 الكل تربيع زائد ص ناقص 2 الكل تربيع يساوي نصف القطر تربيع اللي هو 9. أنا خلصت. صح؟
صعب هيك التفكير والتلاعب بالاسئله؟ لا عادي جدا. يعني اللي بعديها، جد معادله الدائره التي مركزها كذا وتمس محور السينات، فكركم كثير راح تختلف؟ لا. طب ايش راح يختلف؟ هات نشوف. مركزها أربعة وسالب يكون واحد. أربعة وسالب لا بيكون عمودي. أربعة هاي واحد اثنين. نعم نصف سالب واحد. بختلف. هذا المركز طولي بالك عليه. وتمس محور السينات. يعني نصف القطر واحد. أيوة برافو عليك. طب ما أنا قلتها من قبل. أيوة صح. هيك. تمام. يعني الرسم مش طلعت لنا بيضة، مش دائرة. هذا مركزها، فهي راح تيجي هون. طبعا هاي لو تشتغلوا على الجبرة ما شاء الله بجيب لك اياها يا هيك راح يكون شكلها صح ولا لا؟ اه. فهون المركز حكينا أربعة وسالب واحد المركز، ونصف القطر من وين اجى؟ اجى من هون اللي هي نقطة التماس. في ناس بيعملوها كيف؟ بيعملوها نظامي. كيف؟ بقول لك شو يعني نقطة التماس او الدائرة تمس محور السينات؟ يعني المماس عمودي على نصف القطر، يعني 4 و0. ايوه بالضبط، العمودي على نصف القطر. اذا راح يقطع وين؟ عند النقطه 4 و0. مزبوط. احنا مشينا 4، بروح بجيب المسافه بين هذول النقطتين، يعني انه نصف القطر مش بجيبه بالنظر هيك بالبصر، بروح بجيبه كانه مسافه بين يعني هي مسافه بالنقطه اللفه والدوره. طب ما هي مبينه من الرسم وخلاص. بالضبط. ما في داعي لهالحكي هذا. طيب وين نروح هسه؟ لاحظوا الاسئله لحد الان شو؟ سهله. سهله. الان في عندنا الصوره العامه، الصوره العامه للدائره اللي هو نفس الصوره اللي احنا بنعرفها المعتادين عليها. انه اللي هي اللي كانت سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي اللي هي هاي الصيغه هاي. خليكم معي عليها. اللي هي الصيغه هاي. سين تربيع زائد صاد تربيع زائد الف سين زائد باص زائد ديم يساوي صفر. هاي الصيغه كيف اجت؟ قانون البعد. لما فكرت فيه قانون البعد نفس اللي اخذناه قبل شوي، بس فكينا الاقواس فكينا الرياضيه. ايوه. ويوميتها شو حكينا؟ حكينا عن الف اللي هي معامل سين، اللي كيف بنطلعوا الف؟ طبعا مركز الدائره احنا كنا نقول دالها. طب وانا فيش دالها نحكي دالها؟ ألف على سالب ألف على اثنين. مركز الدائرة دالها هو نصف معامل سين وناقص نصف معامل صاد. يعني ألف سالب ألف على اثنين وسالب باء على اثنين. ونصف القطر قديش؟ جذر. بحط الجذر ألف وباء تربيعا ناقص. لا مش ألف في باء. لا لا. زائد. هي جذر طلع يا. راح يكون بيان. هي عبارة عن دال. دال شو هي دال؟ دال هي سالب ألف على اثنين. دال هي سالب ألف على اثنين وها هي سالب باء على اثنين. بنربع المركز هذا اللي طلعناه هنا، بنربعه وهذا بنربعه، نجمعهم وبنطرحهم من الحد المطلق. ناخذ مثال عليها أحسن إشي تطبيقي. أنا هسا بدي منكم شغلتين، بدنا نسوي شغلتين. شايفين هاي معادلة صح ولا لا؟ معادلة الدائرة مكتوبة بأي صورة؟ الصورة العامة. بالصورة العامة. أنا شو بدي أسوي هسه؟ بدي أكتبها أول شيء، بدي أطلع نصف قطرها وشكله هذا مركزها، وبدي أحولها للصورة القياسية. يعني بدي شغلتين أعمل فيها. يلا هات نشوف. أول شيء أنا خلينا أحل على الصورة العامة. أول شيء هل معامل سين تربيع واحد؟ لا. معامل صاد تربيع واحد؟ لا. إذا خلينا نصير واحد، قسمي كل المعادلة على اثنين وجيب ال 18 لهون بعد ما تقسمي. يلا. يعني راح تصير سين تربيع زائد صاد تربيع. وهذا مؤشر، كيف بنعرف إن هالمعادلة معادلة الدائرة؟ إنه في تربيع لسين وتربيع لصاد، اثنين مربعات ومعاملهم قد بعض. معاملهم قد بعض. مش شرط يعني يكون واحد، بس لو كانوا قد بعض بنقول عنهم دائرة. يعني لو كانت هاي أربعة أربعة بنقول عنها دائرة، لو كانوا خمسة خمسة دائرة. بس احنا يعني مش لازم عليها واحد دائما؟ لا مش شرط لازم واحد، المهم يكونوا زي بعض. لا 8 صاد 8 صاد يساوي 9. أنا بس شو عملت؟ قسمت على اثنين، جيب التسعة للطرف هذا
صارت سين تربيع زائد صاد تربيع زائد ثمانية صاد ناقص تسعة يساوي صفر. يساوي صفر. عسيت من نطلع ألف كم؟ ناقص وباء كم؟ وجيم كم؟ وهون مش دالها، هون في ألف باء جيم. الألف اللي هي معامل سين، سين مش عندي صفر، مش معامل سين تربيع، سين تربيع وصاد تربيع احنا بنخليهم يصير معاملاتهم ايش؟ واحد. يعني حتى نطبق القانون هذا اللي شفناه قبل شوي في المربع الاصفر مضطرين نطلع الف باء وجيم. يلا هون هون سالب تسعة. اول نقطه بدنا نعملها اللي هي المركز. المركز حكينا اللي هو سالب الف على اثنين وسالب باء على اثنين، اللي هو كان في الصيغه القياسيه تبعتنا اسمه دالها، صح ولا لا؟ اه يلا نعمل هون صفر واربعة سالب اربعة تمام. هاي المركز طلعنا. طيب كيف نطلع نصف القطر؟ نصف القطر هو الجذر التربيعي لايش؟ شو القانون اللي كنا كاتبينه هنا؟ دا تربيع دا تربيع ناقص جيم، ناقص جيم تربيع صح؟ لا ناقص جيم، ناقص جيم. انا ما مش حافظ ناقص جيم خلاص ناقص جيم. هسه شو هم دالوها يا بيان؟ مش الف وباء، دالوها اللي هذول اللي طلعوا هون، هاي دال صفر وسالب أربعة. ايوه صفر وسالب أربعة اللي طلعوا من الاجابه اللي هي سالب الف على اثنين او سالب باء على اثنين. يلا 12 ناقص زائد 19 زائد 9 زائد 9 ويساوي جذر 25 25 خلاص نصف القطر 5 نصف القطر المعادله. هسه لو بدنا نكتبها بالصوره القياسيه زي ما تعلمنا بتطلع هيك بصورتها القياسية. سين وين المركز؟ صفر وسالب أربعة بصير سين ناقص صفر الكل تربيع زائد زائد صاد زائد أربعة أربعة الكل تربيع يساوي 25. طيب خلصنا من السؤال هيك إحنا حلينا ترى خلصنا. الآن أنا لو بدي أحول المعادلة مش هيك مش أطلع المركز نصف القطر، يعني في طريقة ثانية بدل ما أعمل على القانون هذا بلكي واحد لخبط فيه الوسالب ألف على اثنين وسالب باء على اثنين وطلع دال واء بعدين أحط جذر دال تربيع زائد دال تربيع ناقص جيم. الطريقة الثانية إني أحول هاي المعادلة لصورة إيش؟ لصورة قياسية وبنطلع المركز ونصف القطر. أخذنا بالذكرين المرة الماضية قلت في إيش اسمه كمال المربع صح ولا لا؟ كمال مربع. تعال نسوي كمال مربع. بدنا نعمل كمال مربع. سين ومربع كمال مربع عن مين؟ للصادات. الخطوة الأولى إني بكتب المعادلة بالصيغة هاي، بخلي الثوابت وين يروحوا؟ على اليسار. السين تربيع ما في سين معها صح؟ لا. إذا هاي مربع كامل خالصة هاي جاهزة. لو في معها سين بعمل لها إكمال مربع، بس هي مربعة خالصة هاي. زائد يلا بدنا نعمل إكمال مربع لمين؟ للصاد تربيع زائد ثمانية صاد، هاي اللي بدي أعمل لها إكمال مربع. طب كيف بدي أعمل لها إكمال مربع؟ بتأكد انه معامل صاد واحد اثنين بعدين تربيع. ايوه يعني اول شيء بتأكد انه معامل صاد تربيع واحد واحد فعلا. الان بناخذ نص معامل صاد وبنربعه قديش بتطلع؟ 16 مظبوط. 8 على 2 4 4 16 بضيف 16 على اليمين وعلى اليسار. يعني هيك بدها تصير المعادله، بدها تصير سين تربيع زائد صاد تربيع زائد 8 صاد، هذول اصليات. الان شو الجديد اللي بده يجي؟ بده يجي زائد 16 ناقص 16، بس بدل ما اقول ناقص 16 بقول بقول 9 وبزيد 16 على الطرف الثاني. انا فعليا زدت 16 على الطرفين كاني ما زدت شيء. وصلت الرساله؟ الان هذه الصاد هيك صارت مربع كامل مليون بالمية. طلع هاي كان سين تربيع زائد صاد زائد أربعة الكل تربيع يساوي 25. خلص خلصت المعادلة. مش هاي نفسها هاي؟ طبعا هم بطلع علينا سين ناقص صفر الكل تربيع زائد صاد زائد أربعة الكل تربيع يساوي 25. ومن بطلع المركز ونصف القطر. شوف هون بدون ما ألجأ للقانون اللي هو تاع ألف وباء وأجيب الجذر ومش عارف إيش. هاي طريقة تفكير ثانية عن الطريقة الأولى. وصلت الرسالة كيف؟ يعني احنا مطلوب منا يعني نعرف طريقتين. اه طبعا مطلوب منا نعرف الطريقتين، يعني انت لازم تعرف تشتغلي على هاي وعلى هاي. الان سؤال جديد، هذا كله على اكمال المربع تدريب أربعة. شو بده؟ بدي انا اطلع المركز
ونصف القطر. يلا خلينا نشوف. هاي أسئلة امتحانات على فكرة. هذول التدريبات عبارة عن أسئلة امتحانات على فكرة. بيجي زيها؟ آه طبعاً. ليش ما يجي زيها يا بنت الحلال؟ بيجي. خصوصاً رقم اثنين. نجي رقم واحد. شو بتحبوا نحلو؟ نحلو على ألف وباء بالأول عشان نتعود على ألف وباء. وين ألف؟ اثنين. لأنه معامل سين تربيع ومعامل صاد تربيع واحد. خلاص جاهز هاي معناته. إذا ألف تساوي سالب اثنين. وباء ستة. جيم ناقص ستة. الآن بدنا نطلع دالها. دال إيش بتساوي؟ بتساوي سالب ألف على اثنين. يعني بتصير اثنين على اثنين يعني واحد. صح؟ وباء سالب باء على اثنين. يا سالب ستة على اثنين ويساوي سالب ثلاثة. سالب ثلاثة. إذا المركز على طول واحد وسالب ثلاثة. واحد وسالب ثلاثة. نصف القطر. مثلا الجذر التربيعي لي. واحد. ها التربيع اللي هي واحد. زائد ها التربيع اللي هو تسعة. زائد تسعة. ناقص جيم يعني زائد. زائد ستة. شو بيطلع عنا؟ وانا 15 واحد 16. جذر الخمسة. تحت ال 16. مظبوط؟ 15 واحد 16 تحت الجذر قديش بطلع؟ أربعة. أربعة. يعني اللي بيخرب الشارع. تمام هيك؟ إيش بنعمل؟ بنكتب خلص هو بدي أنا أطلع نصف القطر ولا هذا خلصتهم. طيب هاي طريقة. الطريقة الثانية افرض واحد نسي هاي القوانين مثلا ما تذكرهاش. الطريقة العامة اللي لازم تعرفوها مش لهذا الدرس لكل الدروس الجاي كمان إنكوا تعرفوا إكمال المربع. نضرب رقم واحد ونعملها إكمال مربع. إحنا السؤال رقم واحد خلص صح ولا لا؟ كمطلوب شو طلب مني؟ بدي أنا أطلع طول نصف القطر والمركز. الآن أنا بدي أطلعها بس بطريقة إكمال المربع. هون الطرفين بدي إكمال مربع. نعم. الطرفين بدي إكمال مربع. أيوة بدنا نعمل إكمال مربع. كيف نسوي؟ طلع كيف نسوي؟ بتحط السين تربيع مع السينات مع بعض. وتركي فراغ شوي. بعدين زائد حط الصاد تربيع مع الصاد مع بعض. وتركي فراغ وقول يساوي ستة. يعني شو عملت بالستة هاي سالب ستة؟ شو عملت فيها؟ قطع طرف الثاني. هاي أول قصة. القصة الثانية. متأكد إنه معامل سين تربيع واحد معامل صاد تربيع واحد. ممتاز. جاي لحال الحمد لله. الآن بدنا نعمل عمليات إضافة. هي نص معامل سين قديش؟ سالب واحد. ضرب سالب واحد. بطلع سالب واحد. ربع. سالب واحد. بطلع واحد. واحد. أضيف واحد هون. وبدأ أضيف واحد هون. هذا الواحد أجل إيش؟ عشان يكمل المربع للسينات. يلا نيجي للصادات بنفس الطريقة. شو نص الستة؟ ثلاثة. ثلاثة. ربعيها. تسعة. تسعة. إذا بدأ أضيف تسعة هون وأضيف تسعة هون. هسيات صار هذا المقدار هيك لحاله. مربع كامل وهذا المقدار هيك لحاله مربع كامل. يلا إذا هو بتصير سين ناقص واحد الكل تربيع عارفين كيف بحلل بسرعة أنا السين تربيع حلل عبارة تربيع والواحد بتيجي من واحد في واحد والإشارة اللي بالنص سالبة بنحط سالب لو موجب بحط موجب زائد صاد ناقص زائد ثلاث زائد ثلاث الكل تربيع قديش 16 16 نفسها. إذا أنت بتقدر تحليها يا إما بطريقة ألف وباء يا بتحليها بطريقة إيش إكمال المربع المربع تبتيجي على الثاني. هسا الثاني برضو عندي طريقتين للحل. طريقة ما راح أسويها اللي هي إيش أسوي أفك الأقواس صح؟ بفك الأقواس اطلعوا معامل سين قديش معامل صاد قديش خلاص مجرد ما إنه معامل سين يساوي معامل صاد ونفس الإشارة وكله تمام معناته هاي أكيد دائرة مليون بالمية دائرة تربيع الاثنين طبعا تربيع الاثنين تربيع الاصفار. ففي هاي الحالة حكيت الحل الأول شو هو إن أفك الأقواس واشتغل على ألف وباء. الطريقة الثانية لا أنا عندي أسهل من هاي الطريقة. شو أسوي؟ بدخل بقول القوس الأولاني وهي هاي اللي بدي أمشي عليها بأخذ الثلاثة عامل مشترك لأنه بالصورة القياسية الصورة القياسية سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هاء الكل تربيع يساوي نصف القطر تربيع. يعني هنا معامل سين واحد وهنا معامل صاد واحد
فناخذ نكمل حل. معناته باخذ ثلاث عامل مشترك بصير عندي 60 زائد 2 وهون الكل تربيع عليها كلها طبعا. نفس الشيء هون ثلاث ناقص 4 4 وبرضه الكل تربيع يساوي 36. وزع التربيع بصير 9. ايوه يلا احمد. كل تربيع يساوي 36. هاي الخطوه بس نقسم على 9. ايوه بنقسم على 9 ليه؟ عشان اخلي المقادير بالصوره القياسيه مثل هذه الصوره. فهون لما تختصرها شو بتصير عندنا؟ س زائد 2 تربيع يساوي 4. نفسها ولا مش نفسها؟ نفس 100%. لو فكيت الاقواس راح تصل لنفس النتيجه. لاحظوا انا قديش وصلت بسرعه، وصلت ما اخذت مني وقت، وهذا مهم طبعا في امتحان توجيهي انك انت تحل بسريع مش بس انك تحل. يلا الان فكره جديده هاي اتوقع يعني المفروض اخذناها متى هاي؟ لما اخذنا درس حل المعادلات. لما اخذنا متذكرين انظمه المعادلات بعاشر لما كنتوا تحلوا ثلاث معادلات مع بعض. لما كنتوا تحلوا ثلاث معادلات مع بعض كنتوا تطلعوا مجاهيل وبعدين بس تخلصوا تطلعوا المعادله. فانا هون بقول لي انه في دائره بتمر بهذول الثلاث نقاط، يعني هاي معناته مثلا س واحد صاد واحد او س صاد، يعني اذا بدكم خلينا نكتب س صاد على السريع وخلاص بدون واحد وبدون اثنين. ماشي؟ الدائره بتمر بهذول الثلاث نقاط. شو معنى بتمر بثلاث نقاط؟ يعني تحقق هذه النقاط تحقق معادله الدائره. بس الحل بعوضهم بالمعادله اكتب معادله الدائره بصورتها العامه اللي هي هيك س تربيع زائد ص تربيع زائد أ س زائد ب ص زائد ج يساوي صفر. تمام يا جماعه؟ تمام قلنا تمام. الان شو بنجي بنحكي؟ بدنا نطلع قيم أ وباء وجيم. اذا طلعوا معي خلصت المعادله، طلعت المعادله كاعداد وانتهى، بقدر اطلع اللي بدك اياه بعد هيك، صح ولا لا؟ اذا بدنا نكون معادلات. المعادله الاولى بدها تيجي من تعويض محل س صفر ومحل ص صفر. يلا عوضوا محل س صفر ومحل ص صفر. تربيع زائد ص تربيع زائد جيم يساوي صفر. لا لا ليه صفر تربيع زائد صفر تربيع؟ ما هو صفر، ما هي س صفر وص صفر. انا ما عوضتش مكان س تربيع وص تربيع. ليش عوضتيش؟ مش شفتي الف وباء؟ يساوي صفر. هاي اول معلومه خلصنا منها من النقطه الاولى. هاي اول معلومه خلصت. خلص في المعادلات الجاي الجيم ما بنحطها ايش؟ ما بنحطها، بنحط صفر مكانها وخلصنا. يلا نجيب المعادله الثانيه، بدنا نعوض محل س ثلاث وسالب واحد. محل س ثلاث ومحل ص سالب واحد. يلا 9 9 انا بعوض على طول زائد واحد تفصيل زائد واحد زائد 30 زائد 30 الف. لاحظوا احنا بنعوض محل س مش محل الف. زائد ناقص باء ناقص باء، ما في زائد ناقص، خلاص ناقص باء يساوي صفر. انقل 9 و1 على الطرف الثاني. سامع؟ 9 و1 بنقلها على الطرف الثاني. ايوه هسه بدنا نسويها. هسه شو بصير عندنا المعادله هون؟ بصير 3000 ناقص باء يساوي سالب 10. هاي معادله فيها متغيرين. يلا هسه نستخدم النقطه الثالثه. يلا نعوض 4 4 سالب 2 تربيع زائد 16 ناقص 2000 ناقص 2000 زائد 4 صفر. دي حكينا صفر ما هي تساوي صفر، ومنها سالب 2000 زائد 4 باء يساوي سالب 20. خلصنا هيك. هسه يا ترى معادله فيها متغيرين ومعادله فيها متغيرين، معناته بحذف واحد منهم يا الف يا باء. احذف احذف الباء اسهل يمكن. اسهل. نضرب هون في 4 فشو بصير المعادله الاولى بعد من الحذف؟ او 12000 بصير 12000 ناقص 4 باء تساوي ناقص 40 ناقص 40. يلا والثانيه بتظل زي ما هي نفس ما هي، اذا سالب 2000 زائد 4 باء تساوي سالب 20. يلا اجمع هاي صفر 10000 10000 تساوي ناقص 60 60. إذا ألف تساوي سالب 60. بنرجع بنعوض هون
أو الأولى نطلع باء وجيم طلعناها قصة المسألة. نعوض في الصورة العامة. خلصنا منعوض بالصورة العامة. هو مش طالب إني طالب إني بس أطلع المعادلة. شو يعني أطلع المعادلة؟ يعني أطلع ألف وباء وجيم. طب واحد بيقول لي طب ليش أنا أشتغل على هذا على هاي الصيغة؟ ليش ما أشتغل على الصيغة القياسية؟ يعني أطلع دال هاء ونون قاف وخلص. نفس الإشي ترى. يعني تخيلوا إنه أنا واحد بدأ مش هيك بدأ هيك. قال أنا بعرف إنه معادلة الدائرة بالصيغة القياسية هيك شكلها. مش أخذناها اليوم هاي قلنا عنها. وكم مجهول موجود عندك هون في في المعادلة؟ ثلاث. اللي هو دال وهاء ونون قاف. ونون قاف. وكم نقطة عندي؟ بس عندي ثلاث. كل واحدة بستخدمها يطلع لي معادلة. يلا خلينا نستخدم صفر وصفر. يعني حط محل سين صفر، حط محل صاد صفر. يعني راح يصير د تربيع زائد ه تربيع تساوي نصف قطر تربيع. مظبوط ولا لا؟ هاي المعادلة الأولى من وين طلعت؟ من تعويض صفر وصفر. من تعويض صفر وصفر. يلا نرجع نفس المعادلة نعوض بإيش؟ بثلاث. ثلاث ناقص د. ثلاثة ناقص د الكل تربيع زائد سالب واحد ناقص ها الكل تربيع يساوي نصف تربيع. المعادلة الثانية. المعادلة الثالثة سالب اثنين ناقص د الكل تربيع زائد أربعة ناقص ها الكل تربيع يساوي نصف تربيع. هاي المعادلة الثالثة. رجعنا هون نفس الفكرة السابقة إنه نبدل الدال والهاء. يعني أنا لو أخذت المعادلة رقم واحد ورقم اثنين فكروا فيها، مش هون اليسار نصف القطر تربيع وهون اليسار نصف القطر تربيع؟ معناته هذول المعادلتين شو مالهم؟ اللي على اليمين متساويتين. أو لو أخذت اثنين وثلاث طلع برضو بنصف القطر تربيع، معناته الطرف اللي هون يساوي الطرف اللي هون. شو رأيكم بالحكي؟ مظبوط. خلينا نكتب هاي إنه هذول متساويتين. يعني أقول إنه ثلاث ناقص د الكل تربيع زائد سالب واحد ناقص ه الكل تربيع يساوي سالب اثنين ناقص د الكل تربيع زائد أربعة ناقص ه الكل تربيع. هاي معادلة ساي ما بتحل لنا المشكلة. ليش؟ لأن لسه فيها دالها. طب إيش رأيك نمسك المعادلة الأولى؟ يعني أنت عندك هون نصف القطر شو بتساوي؟ د تربيع زائد ه تربيع. نرد نسويها مع مين؟ مع واحدة منهم. يعني نأخذ هاي الأولى والثانية. يعني دال تربيع زائد ها تربيع شو بتساوي؟ بتساوي ثلاثة ناقص دال الكل تربيع زائد سالب واحد ناقص ها الكل تربيع. شو رأيكم بالحكي؟ هالسيات صار عندي معادلة. أنت طلعي نظريا هالسيات معادلة فيها كم متغير؟ اثنين. المعادلة الثانية كم متغير فيها؟ نعم. خلص إذا انحلت نظريا انحلت، بس لاحظ إنه هاي أصعب صارت طويلي صارت. وش مضطر أسوي عشان أبسط؟ فك الأقواس. يلا فك الأول المعادلة الأولى هسه. المعادلة راح تصير تسعة ناقص ثلاثة دال زائد دال تربيع زائد واحد سالب اثنين بيطلع موجب اثنين ها زائد ها تربيع يساوي أربعة زائد أربعة دال زائد دال تربيع زائد 16 ناقص ثمانية ها زائد ها تربيع. هذا كله بس من الخطوة الأولى. هسا شوف في أشياء كثيرة راح تتشطب. بس طلع راح تتحذف الدال تربيع مع الدال تربيع شطب والها تربيع مع الها تربيع. يعني يبين انه معقد لكن فعليا ترى مش صعب. يلا خلينا نجمع نجيب كل شيء على الطرف هذا مره واحده عشان نخلص منهم مره واحده. وهون صار الطرف يساوي صفر. ها من هسه من سلف بدي اخليه يطلع صفر. يلا جمعوا اشوف. عندنا تسعة هون نبدا بالاعداد. اول شيء تسعة هناك 20 جيب منها أربعة 20 بصير 1 11 9 و1 ماشي 10 هاي 10 جيب منها 4 6
6 ناقص 16 سالب 10 ايضا هون سالب سالب 10 هاي خلصنا الاعداد امسك لي هون 6 دال مع 4 دال 2 دال راح تيجي مع الاربعة دال بيطلع سالب 10 10 دال لانه انت سالب 4 دال راح تروح هناك ممتاز هاي سالب 10 دال شو ضل عندنا 2 ها 2 ها جيب لها سالب 8 ها بتصير زائد 10 ها تمام هيك يعني صارت المعادلة هيك 10 ها ناقص 10 دال يساوي 10 قسم على 10 يعني ها ناقص دال يساوي 1 هاي معادلة بالمثل بعمل بمين رقم 2 راح يصير هيك دال تربيع زائد ها تربيع تساوي 9 ناقص 6 ناقص زائد دال تربيع زائد 1 زائد 2 ها زائد ها تربيع شو ظل علي هسه اشطب يلا اختصر ها تربيع مع ها تربيع والدال تربيع مع الدال تربيع هاي صار صفر هون يساوي هاي 10 10 1 10 ناقص 6 دال زائد 2 يعني 6 دال ناقص 2 ها يساوي 10 لو قسمت على 2 بصير 3 دال ناقص ها يساوي 5 هاي معادلة وهاي معادلة شو بنسوي فيهم؟ نحذفهم جمع على طول لأنه عندك الها ناقص ها تعطيك قديش؟ صفر صفر إذا ثلاث دال ناقص دال اثنين دال اثنين دال واحد مع خمسة ستة إذا دال ثلاث نحل السؤال شو حلو في هاي الطريقة طيب ليش يعني أنا طويل هذيك أسهل صح؟ لو كان في السؤال طالب بده المركز ونصف القطر أنا بكون هون ضربت عصفورين بحجر طلعت على طول طلعتن على طول خلاص لأنه طلعت الدال طلعت ها طلع المركز ارجع أول بعد معادلتين بطلع نصف القطر وخلصت السؤال يعني الثنتين صح والثنتين كويسات وصراحة الصعوبة والسهولة بتعتمد على الأعداد اللي موجودة ممكن يجيبون صعبات شوية ممكن أتوقع نفس المبدأ الآن غير المثال هون مثال جديد فكرة جديدة خلينا نحاول نشوف كيف نتعامل معها شو بقول هون بقول إنه معادلة الدائرة تمر بالنقطتين ويقع مركزها على المستقيم الذي معادلته كذا مش راح أرسم رسم دقيق ما راح أشتغل شغل رسم دقيق يعني ممكن أروح أعملها على المحاور بس هيك يعني أنا بلكي معيش محاور مثلا فأنا شو اللي عندي عندي دائرة كويس شو مالها هاي الدائرة تمر بالنقطتين في عندها نقطتين خلينا نحط النقطتين هاي نقطة وهي نقطة عشوائي بحطنا مش حتى مش منطقي يعني هاي 2 و 3 وهي نقطة سالب 1 1 و 1 ممتاز معناته هذول النقطتين يحققن معادلة الدائرة يعني لو اكتب هسه معادلة اي دائرة سواء بالصيغة العامة او بالصيغة القياسية معناته انا من حقي اعوض محل سين 2 ومحل صاد 3 هذا معنى ان النقطة يعني تقع على الدائرة المركز وينه؟ هيو بس ما حكى لي كم بس انا على طول بروح فارضه مين دالها مش هيك احنا متعودين ويقع مركزها طلع مركزها يقع على المستقيم الذي معادلته هيك يعني لو جينا هون رسمنا المستقيم لو جينا رسمنا مستقيم بهذا الشكل فالمركز وين يمر او المركز يقع وين يقع على المستقيم على هذا المستقيم إذن معناته وجود المستقيم هذا هو اللي بده يحل لي الإشكالية هسا احنا متفقين هاي المركز خلته بالأزرق حلو طب سؤال نسأل سؤال ايش يعني انه المركز يقع على معادلة هذا الخط شو بستفيد من المعلومة انا المركز يحقق المعادلة ده هو المعادلة برافو عليك ايش يعني غسان اسوي يعني احداث السيني والصاد يساوي صفر يا سلام يعني حطي مكان سين دال وحطي مكان صادها ناقص 11 يساوي 0 يعني عندي دال ناقص 3 ها يساوي 11 هاي معادلة تمام ولا مش تمام؟ تمام هسا يا لو جبت معادلة ثانية فيها دالها حليت السؤال مسافة بين نقطتين طبقهم لو جبنا المسافة بين هاي وهاي
كم لازم تكون؟ المسافة بين دالها وسالب واحد. لازم تكون نفس المسافة هاي. لأنه هاي نصف القطر. بالضبط. مش النقطتين على الدائرة معناته المركز من المركز إلى نقطة على الدائرة يعطي نصف القطر، إذا هاي نصف القطر وهاي نصف القطر. يعني البعدين هذول شو لازم يكونوا؟ تساوي. يلا هات تطبق قانون البعد. يلا على النقطة هاي. لأنه البعد بس بين النقطة اللي هي 2 و 3 ودالها ما بكفي لحاله، ما بعطيك معادلة. تقول يساوي إيش؟ ما في شيء تساوي. إذا بدك تعمل طرف ثاني، إذا الجذر التربيعي لي، يلا احكي دال ناقص 2 الكل تربيع زائد ها ناقص 3 الكل تربيع، شكل بعد بين نقطتين بنعطيه شو يساوي الجذر التربيعي لي؟ يلا راح تقولي إيش هون؟ دال ناقص 1 ناقص 1 يعني دال زائد 1 الكل تربيع زائد ها ناقص 1 الكل تربيع. ممتاز، هيك ربع الطرفين، واضح انه تربيع الطرفين هون راح يصير. ونفك القوس اللي جوا، شو رايكم مره واحده نسويها؟ فبتصير دال تربيع زائد 4 دال زائد 4 فكيت هاي زائد ها تربيع ناقص 6 ها زائد 9 يساوي دال تربيع زائد 2 دال زائد 1 زائد ها تربيع ناقص 2 ها زائد 1. واضح هون انه في ايش؟ في كثير اختصارات. الدال تربيع مع الدال تربيع بتختصر، والها تربيع مع الها تربيع بتختصر. ونظبط الامور. يلا اربع دال مع ايش راح تجمع؟ مع اثنين دال. مع اثنين دال مع سالب اثنين دال. اذا بصير سالب هون بصير اثنين دال. وعندي السالب ست ها مع مين؟ سالب اثنين ها تطلع سالب اربعة. ثمانية. سالب اربعة. تأكد اني بسوي صح. تساوي عندنا الأربعة والتسعة بعطوا 13، لما نجمعهم بعطوا 13 واحد سالب 13 زائد 2 اللي هم هذول. فبصير عندنا هنا 2 دال ناقص 4 ها يساوي سالب 11 سالب 11. هاي معادلة، خلص هاي معادلة رقم 1 وهاي معادلة رقم 2 لحل السؤال. ما بدي أكمله ولا ايش رايك؟ مزبوط. نعوض بدل سالب 11 سالب دال زائد 3 ها. اه يعني انت هون قصدها ايه؟ قصدها مش هاي 11 وهاي 11، يعني اشيل 11 هاي واكتب مكانها هاي. انت هيك بتكوني حليتي التعويض. هي قصدك طبعا، بس اكتب اللي حكيته. نطوب بدل 11 المعادله اللي فوق دال ناقص 3 ها. مزبوط كلام. انت هيك حليتي او بالحذف حلاتها بالتعويض. ما بتفيد صح؟ ماذا بتفيد بس انا هاي؟ ظل عندك دال وها ما في شيء. ايوه طيب ماذا بتفيد؟ لو كانت متغير واحد. متغير واحد. طيب اذا ما راح تضبط معنا هيك، شو لازم نعمل؟ نرجع للحذف. نرجع للحذف، او اذا بدك تعويض بتخلي دال موضوع القانون، بتعوضي محل دال سال 11 زائد 3 تنحل. أتوقع أسهل. مظبوط؟ هذا اللي هي رقم واحد نفسها، بس رديت عد كتابتها. بس بدنا نحذف مين مثلا؟ نحذف الدال، نضرب بسالب 2 واحد. فالمعادلة الأولى راح تظلها زي ما هي، ما راح تتغير، اللي هي 2 دال ناقص 4 ها يساوي سالب 11. وهون راح يصير سالب 2 دال زائد 6 ها يساوي سالب 22. نجمع راح تصير هاي صفر، 2 ها يساوي سالب 33، ومنها تساوي سالب 33 على 11 على 2، ومنها بنرجع بنعوض بنطلع دال وانتهى السؤال. صعبة هاي؟ لا عادي، يعني هاي تقريبا لحد الآن أصعب سؤال مر علينا. بس سؤال. نعم. بصير أحلها على قانون الدائرة هذاك، يعني مش دال هاي. تحليها على المعادلة العامة يعني؟ طبعا بصير، ليش ما بصير؟ شوفي بيان، هي الفكرة كلياتها في هاي المسائل هي تكوين معادلات وحلها. كل المسائل اللي فيها إيجاد مجاهيل في الرياضيات احنا اللي بنحلها تقريبا أغلبهن هي عبارة عن تكوين معادلات وحلها. بس فإذا حليتي على الصيغة العامة على الصيغة القياسية راح تؤدي نفس الغرض طبعا. يلا دائرة، هاي دائرة، انتوا طلعوا كيف استراتيجيتي دائما وابدا انا برسم
حتى أتخيل السؤال تمر بنقطتين، إذا هناك المعادلة سالب واحد وثلاثة، والنقطة الثانية شو هي؟ خمسة واحد. خمسة واحد، ويقع مركزها على محور الصادات، شو استفدت؟ صفر و... مدام المركز على محور الصادات دائما الاحداث السيني تاعها شو بيكون؟ صفر. إذا صفر وها مش دالها صفر وها. ما مين صار المجهول عندي هون؟ ها ألف ألف صارت صفر وباء مجهول. بس هسه بنرجع بس بنطبق اللي هي ان المسافه بين هذول النقطتين تساوي المسافه بين هذول النقطتين، اصلا ما عندك شيء الا متغير واحد اصلا. فمعادله هاي شو بتسوي؟ بيكون باشا بتكفي. ايوه اذا راح يصير هيك جذر التربيعي لي يلا اللي هي سالب واحد ناقص صفر سالب واحد تربيع سالب زائد اللي هي ها ناقص ثلاثة الكل تربيع. طبعا بصير عكسها، بتعرفوا انه في القانون المسافي عند التربيع من حقك تعكس زي ما بدك، تساوي الجذر التربيعي ل 25 اللي هي 5 ناقص 0 وها ناقص 1 الكل تربيع. شيل التربيعين شو ضل عندنا؟ واحد زائد ها تربيع ناقص 6 ها زائد 9 يساوي 25 زائد ها تربيع ناقص 2 ها زائد 1. اختصر الها تربيع مع الها تربيع وجيب الستة ها لهون، اذا بتكون اعملها بالعكس احسن. من الأمام بصير أربعة ها وودي هذلك لكل اللي هناك، هاي عشرة ناقص 26 إذا أربعة ها يساوي سالب 16 سالب 4. عوض بتطلع الدال وانتهى السؤال. شوف بيانها يعني الصياغة، الصياغة القياسية أو الصياغة القياسية أسهل لنا دائما ترى في الحسابات بشكل عام، تصير كل اختصارات تختصر أسرع يعني تختصر أسرع، لكن هذا لا يعني انه انا اتقيد فيها. طيب انا هسه راح اوقف التمارين هذول خليهن للمره الجايه، يعني اول شيء حلوهن انتم تتاكدوا انه فيهن ولا فكره يعني غير اللي حكيناها. كويس، في زميلتكم بعثت لي ورقه فيها اسئله. كويس، هاي هاي اول سؤال، هاي يعتبر اسئله خارجيه بس لسه احنا ما خلصناش الماده صح؟ شو ضايل علينا؟ نرجع نحل ست كتاب كمان، يعني نتأكد منه ترى ست كتاب حلوات. يلا وبعدين بنروح على ست التوجيه، يعني مش هسه مش راح اضلني شغال على الدائره، يعني المره الجايه كمان بناخذ شوي دائره وندخل على القطع الايش مكافئ. القطع المكافئ نكمل شويه حل اسئله الدائره بعدين بنروح على القطع المكافئ. يلا اجاكم سؤال زي هيك، جد معادلة الدائرة التي مركزها 4 و 1 وتمس المستقيم الذي معادلته كذا. هاي جديد الفكرة. طيب احنا دائرة عندنا، هاي دائرة فوق النقطة المستقيم. دقيقة شوي نسوي الدائرة بالأول، هاي طلعت بيضة، هاي دائرة مركزها ايش؟ 4 و 1 سالب 1، آسف 4 وسالب 1 يعني دالها عندي، اكتب عليه داله عشان اكون عارف اني هذول بعرف فين انا. المعادله الصيغه القياسيه تاعت المعادله هي س ناقص د الكل تربيع زائد ص ناقص ه الكل تربيع يساوي نصف قطر تربيع، مش هيك المعادله؟ تمام. طيب انا اغلب المعادله عندي صار س ناقص 4 الكل تربيع ص زائد 1 الكل تربيع يساوي نصف قطر تربيع. هسه اذا طلعتوا لي نصف قطر خلصنا السؤال، نصف بالنقطه المستقيم هو تمس معادلة المستقيم الذي صاد يساوي سالب واحد سالب سالب اثنين، آسف. اعتبر يا سيدي المستقيم انه هون، انت حطه وين ما بدك ترى ما بفرقش معاك صح؟ يعني انت تخيل وتخيل هذا المستقيم يمس الدائرة، بس مش راح تيجي علينا سناب تو جريد مش راح تزبط، يعني اعتبروها انه صح مش راح تزبط، هذا الخط مش راح يزبط. تمام خليني اشطبه عشان اربطنا. هيا نرسم خط بايدي، ارسمه كيف ما رسمته لانه احنا مش راسمين بدقه اصلا يعني. فهذا معادلته صاد يساوي سالب 2، معناته المسافه من هون لهون او البعد عفوا من هون لهون هو نصف القطر. طب نطبق قانون البعد بين نقطه وخط مستقيم بنجيب نصف القطر. انتهى السؤال.
إذا لاحظوا كيف أنا بستثمر الوقت، إني أنا أول شيء بكتب المعادلة بالصيغة القياسية، بعوض باللي بعرفه، بروح على الرسمة بشوف كيف من الرسمة بتطلع المجهول. هاي أسرع طريقة التفكير. يلا كيف نطلع المسافة بين نقطتين هون اللي هي نصف القطر يساوي مطلق اللي هو ألف، أسوي بالتفصيل ولا هيك واضحة عندكم؟ واضح. لا واضح. صاد زائد اثنين يساوي صفر، معناته ألف صفر باء واحد جيم اثنين، مش هيك؟ يب. وعندنا النقاط اللي هي إذن راح تكون سين ألف في سين صفر راحت، زائد اللي هي باء في سالب واحد بطلع سالب واحد، سالب واحد زائد جيم على الجذر التربيعي اليمين لألف تربيع زائد باء تربيع اللي على واحد. شوف الحظ يعني كيف. إذا نصف القطر شو بيساوي؟ واحد. بيساوي واحد. انتهى السؤال. ارجع حط واحد هون وخلصنا. لا باللت ولا بنعجن. صعبة ولا سهلة هاي؟ لا عادية. فكرة جديدة. يعني هاي فكرة جديدة. ما مرت بالتمارين اللي حليناها. طيب نفس المبدأ. مركزها أربعة وأربعة وتمس المستقيم اللي معادلته صاد يساوي اثنين سين ناقص ثلاث. طب إيش فرقت عن اللي قبليها؟ نفسها. نفسها. إذن هي بس بعد بين نقطة وخط مستقيم عشان نطلع إيش؟ بس أنا برجع بأكد معاكم طريقة التفكير. نعيد بس على طريقة التفكير. معلش. أنا ما بجبركوا على طريقتي لكن أنا بشوفها يعني بتستثمر الوقت وبتوصلك على الحل مباشرة. يعني ما بخليك تتو. يعني أنا أجاني السؤال زي هيك بدي أحله. أول خطوة بعملها شو هي؟ هو على إيش بحكي؟ معادلة إيش؟ دائرة. أول خطوة بعملها شو بكتب؟ بكتب الصيغة القياسية لها. سين ناقص دال. الكل تبع فكرة كتابة الصيغة عليها علامة هاي. هاي كتابة الصيغة القياسية. رقم اثنين. بشوف إيش معطى؟ معطيني دالها. مركزها. هو قال لي مركزها. بروح معوض في اللي معطى. سين ناقص أربعة الكل تربيع زائد. صاد ناقص أربعة الكل تربيع يساوي نصف قطر تربيع. الخطوة الثالثة بحاول أتخيل الشكل، أرسم صورة للموضوع. أنا عندي دائرة، عندي مركزها معلوم، وعندي مماس. إذن أنا بدي أجيب البعد بين المركز والمماس. إذن بعد بين نقطة وخط مستقيم. انتهت القصة. وصلت كيف الصورة؟ بس إنه يعني بنظم تفكيري باستمرار. بحاول أكون يعني منسجم، يعني دائما ماشي على نفس الطريقة. يلا الآن بده دائرة تمر بالنقطة واحد واثنين وتمس محور السينات عند هذه النقطة، مش مركزها المرة. قال إنه الدائرة تمر بهاي النقطة. يلا خلنا نحاول نفهمها. مين يقول كيف نسويها هاي؟ أول شيء خلينا نمشي على الطريقة اللي حكيتها قبل شوي. أنا نكتب الصيغة القياسية. مظبوط. الدائرة هيها الدائرة. خلينا نرسم دائرة. هاي رسمنا دائرة. ما لها الدائرة؟ تمر بالنقطة واحد واثنين. تمر بالنقطة واحد واثنين، يعني واحد واثنين وين بدها تيجي؟ بدها تيجي هون مثلا. نفترضها أنها هون. هاي نقطة واحد واثنين، يعني هاي بقدر أعوضها محل سين ومحل صاد. وتمس محور السينات، الدائرة نعتبر هنا محور السينات. يعني صاد تمس... محور السينات عند النقطة سبعة صفر. سبعة. طيب هسا تشوف لا عندي دال ولا عندي هاء ولا عندي نون قاف. وإيش النقطتين بحق المعادلة؟ ممتاز. أول فكرة طلع سبعة وصفر تحقق معادلة الدائرة، واحد واثنين تحقق معادلة الدائرة. إذا من حق أعوضهم. نرد عليك يا غسان. ماشي ماشي بدي أرد عليك، بس في كمان شغلة بدي أكملها أنا على الرسمي عشان أستفيد من الرسمي صراحة. المركز وين بيجي؟ طلع المركز في أيوة. المركز هون دالها. البعد المسافة بين هاي وهاي هي نصف قطر. ونفس الشيء المسافة بين هاي وهاي نصف القطر. هاي كمان معلومة كويس. الآن خلنا نرد على غسان. بدنا ناخذ النقطتين هذول سين وصاد، شو نسوي فيهم؟ نعوضهم. نعوضهم.
يلا عوضي أول معادلة راح نطلعها اللي هي واحد ناقص دال الكل تربيع زائد اثنين ناقص ها الكل تربيع يساوي نصف قطر تربيع. هاي خلص أول معادلة خلصت. المعادلة الثانية نعوض بسبعة. سبعة ناقص دال. سبعة ناقص دال زائد ناقص ها تربيع ناقص ها زائد يساوي نصف قطر تربيع. هاي خلصنا معادلتين which is good. طيب بدي كمان معادلة. ليش بدي كمان معادلة؟ لأنه عندي ثلاث متغيرات أنا. عندي دال وها ومنقاف. طب مش البعد بين هاي وهاي نفس البعد بين هاي وهاي؟ يلا هات أنا. هنسوي هنا بقى. يلا جذر التربيعي. سبعة. يلا لدال ناقص واحد الكل تربيع زائد ها ناقص اثنين الكل تربيع شو يساوي؟ الجذر التربيعي جذر التربيعي. دال ناقص سبعة الكل تربيع زائد ها تربيع. تمام هيك؟ تمام. شو بنسوي بعد هذا الكلام؟ تبع الطرفين عشان اقعد اقيم الجول. تفضل. ايش بيان؟ في هسه من بالثالثة من قيم الجذر. من قيم الجذر. لا انا قصدي هسه احنا خلي الاجراءات بس انا قصدي هيك كافي يعني خلاص؟ بالضبط. ايش بدي اجيبه زيادة؟ لا الخطوة الثالثة ما فادت. ما فادت ليش ما فادت؟ كأنك سويت الأولى بالثانية. أحسنت. الخطوة الثالثة ما سويت منها إشي طلعي هاي. لا ولا كيف ما فادت؟ استنى شوي. كأني سويت الأولى والثانية. كأني سويت الأولى بالثانية معناته الثالثة شو يا غسان؟ فاضي. على الفاضي. طيب ليش ما احل على قانون منتصف المسافه بطلع المجهول؟ لا لا مين قال لك انها هي قطر؟ مين قال لك انه قطر؟ مش قطر. انا رسمت عمدا هيك انه النقطه ما حطيتها قبال النقطه. لو قال لي قطر بحتكي صح انت بس ما قال لي قطر. يعني لاحظوا المعادله الثالثه ما فادتني بالمره. وانا في ناس بيغرقوا. انا ليش وقفت هنا؟ ركزوا معي يا جماعه. ليش وقفت عندها عند المعادلات اللي طلعتهم؟ لازم أوزن أنا المعادلات اللي طلعتها. مش أقعد أصير أفكفك بقواس وخبط ومش عارف إيش وبعدين مش داري وين رايح أنا. أنا مثالي أصلا شو بدي؟ طب دكتور اشتق المعادلة بالأزرق هاي. عند النقطة 7-0 وكون الميل 0. أيوة هاي حركة قوية ترى. شو عيد اللي حكيته؟ اشتقينا المعادلة. اشتق المعادلة ضمنيا. اشتق المعادلة ضمنيا. أيوة. عند النقطة. اطلع ميل المماس. صفر. صفر. هاي حلوة. هاي إنك تطلع من البوكس. طب نفكر بطريقة ثانية. لو جبنا المسافة بين النقطة وخط مستقيم بيصير ولا ما بيصير؟ بيصير. بيصير. يعني المهم بدك تطلع من إطار إنه هاي المعادلة الثالثة حقيقة ما أضافت لي شيء ما عملت لي إشي جديد. هذول كافيات لأنه فعليا هاي نصف القطر وهاي نصف القطر تربيع تربيع. يعني معناته واحد ناقص دال الكل تربيع زائد اثنين ناقص ها الكل تربيع تساوي سبعة ناقص دال الكل تربيع زائد ها تربيع. طبعا بعدين بنبسط ومش عارف ايش بس هاي المعادله لا زال فيها ايش متغير معناته بتطلع من الاطار. نمشي على فكره غسان. المعادله الثالثه بده يجيبها من ميل المماس. طب من حقك طب احنا بالفصل الثاني بصير نستخدم المشتقات ولا دول الحد الاولى كان في مشتقات يعني مش بالتكامل. طبعا من حقك تستخدم اي شيء درسته. يلا بصير 2 في س ناقص د زائد 2 في صاد ناقص ها دال صاد على دال سين طبعا يساوي صفر. صح هيك يا غسان؟ صح. نقطة التماس قديش؟ سبعة. سبعة وصفر. يعني احط محل سين سبعة ومحل صاد صفر. هات تعال شو بده يصير. 2 في 7 ناقص دال زائد 2 في صفر ناقص ها في صفر مو ميل المماس يساوي صفر. وحكى لي انه ميل المماس تمس محور السينات. معناته المماس افقي تساوي صفر تساوي صفر. معناته الهاء شو صار فيها؟ صفر. شطبط. خلاص طلعت الدال.
14 ناقص 2 دال تساوي 0 يعني 2 دال تساوي 14 يعني دال تساوي 7. انتهى السؤال. تأخذ الدال بترجع على المعادلة هاي أو الأولى اللي بدك إياه بتطلع مين؟ بتطلع. هذا سؤال ممتاز قوي، فكرته مرتبة ومستوى امتحان توجيهي. هذا نشوف هو كيف حاله. هو حاله على إشي ثاني؟ حاطه انه على 7 وها هون 7 وصفر. انت عارف كيف حلو؟ حلو بطريقه ثانيه، حلو على الرسم. ترى حلو على الرسم. طيب طول مصر قطرها 5 وتمس المحورين الاحداثيين ويقع مركزها في الربع الرابع. يلا يا فكره جديده. صار بخمسة المركز الاطلاع على طول. ليش؟ تمس المحورين خمسة وخمسة ولا سالب خمسة وسالب خمسة؟ سالب خمسة سالب خمسة ولا خمسة وسالب خمسة؟ مو بحير يجي الربع الرابع. الربع الرابع هاي بتخوف. هاي هسا احنا لو عملنا المحاور الاحداثية زي هيك كويس، نص قطرة خمسة متفقنا خلاص، نص القطرة خمسة هاي طلع اول واحد. طبعا المعادلة هيك س ناقص د لكل تربيع زائد ص ناقص ه لكل تربيع يساوي 25. هاي اول معلومة خلصناها. لكن بيقول لي انها تمس المحورين الاحداثيين ويقع مركزها في الربع الرابع، يعني معناته بدك تمشي 5 هيك سالب 5 وتنزل سالب 5، معناته المركز شو؟ 5 وسالب 5. خلص اذا د وها طلعين. اذا س ناقص 5 لكل تربيع زائد ص زائد 5 لكل تربيع يساوي 25. خلصت المعادلة. صعبة؟ لا عادية. أنا بس شغلة قراءة السؤال ترى هي اللي بتفرق معانا كثير. هاي خلصناها. غيرها تمس المحورين الإحداثيين وطول نص قطرها يساوي 3 يساوي هنا الأربعة. أربعة أيوة هون بدي يطلع معاك 4 معادلات. يعني هون ممكن بدي أشوفها على على يعني على الربع الأول كيف بيطلع شكلها، وبدي أشوفها بالربع الثاني، وبدي أشوفها بالربع الثالث، وبدي أشوفها في الربع الرابع. في هاي الحالة كم معادلة راح يطلع معاي؟ أربع معادلات. بس شو اللي يختلف فيه؟ المركز. طيب اللي وراها تمس المستقيم صاد يساوي سالب واحد هون لازم نرسم. يعني شايفين سؤال زي هذا مثلاً الرسم إجباري، ما تقدر تحله بدون ما ترسم صراحة. شو بقول لك هون؟ تمس هاي نأخذها نحلها، يعني بدي أحلها. وهون بسوى إنه إيش نعملها على جريد، يعني نفتح رسم بياني، لأنه بجوز القيم اللي معطاها يكون لها معنى. لازم أول شيء أبلش بسين وصاد، أعمل محاور، هاي محور الصادات وهاي محور السينات، ونحط السؤال قدامنا عشان نعرف نتعامل معه. يلا شو بحكي هالسعيات؟ تمس المستقيمين صاد يساوي سالب واحد. صاد يساوي سالب واحد يعني هذا، خلينا نعتبر أنه هاي سالب واحد، هاي اللي هو صاد يساوي سالب واحد، هذا محور السينات وهذا محور الصاد عشان ما ننتهج بس. وسين يساوي ثلاث. وين سين يساوي ثلاث؟ هاي واحد هاي اثنين نعم شوي هاي هاي اثنين هاي ثلاث. إذا معناته راح أرسم هون إيش ماله؟ لا مستقيم. هذا اللي هو سين يساوي ثلاث اللي راح يكون عبارة عن خط عمودي. كويس. ونصف قطرها يساوي ثلاث. إذا إحنا حسب ما اتفقنا إنه أول شيء بنكتب الصيغة القياسية، صح؟ شو الصيغة القياسية لهاي المعادلة أو لهاي الدائرة عفواً؟ اللي هي راح تكون سين ناقص دال الكل تربيع ناقص صاد ناقص ها الكل تربيع يساوي 9. كتبنا المعادلة. الآن نصف قطر خلصنا منه، إذا بضيل لي دالها.
بقول لي انه الدائره تمس المستقيمين هذول، يعني تكون مرسومه بالنص، يعني يعني لو عملنا هيك هاي تمس وهيك تمس، يعني ممكن هيك تخيلها صح. وحب اقول طب ليش تخيلتها هون، ليش بتخيلها هون، ليش بتخيلها تحت؟ اربع اشكال. اه ليش بتخيلها تحت؟ اه من حقه، بس احنا بالاول خلينا نخلص من ايش، نخلص من واحدة. يلا المركز وينه؟ راح يجي هون بينهم بالنص صح؟ لازم يجي هون المركز. هاي قديش المسافة؟ ثلاث. كيف عرفت انه ثلاث؟ نصف القطر. نصف القطر ممتاز. طيب انت عندك اثنان. عندك هون لهون قديش؟ واحد. اللي واحد يعني طول كمسافة. إذن هاي المسافة قديش يا غسان؟ اثنين. طلعوا كيف هسه هون لازم على النظرة اشتغلها، أو إنه بدك تشتغل فيها نظامي، تشتغل فيها نظامي بتجيب المسافة بين النقطة هاي دالها والمستقيم الذي معادلته صاد يساوي سالب واحد، بجيب المسافة أو البعد بين النقطة وبين الخط المستقيم. طب ليش أنا أتغلب حالي؟ ماني ما أقدر أشوفها هيها. من عند صاد يساوي سالب واحد لعند محور السينات من هون لهون المسافة واحد، ونصف القطر كله ثلاث، معناته هاي اثنين، معناته الإحداث السيني للمركز راح يكون اثنين. فهمتوا كيف عملتها؟ نيجي على الصادي، راح أمشي هيك. الصاد إحداث الصاد اثنين مش السيني. آسف الصاد اثنين آسف، لأن طلعت عمود أنا، كلامك صحيح. أنا طالع عمودي. يلا هسه أفقي. قديش هاي المسافة؟ ثلاث. ثلاث وصفر. كيف عرفتي ثلاث وصفر؟ هات نشوف. ما هو هاي ثلاث. المستقبل. آه معناته أنا مكاني غلط اللي حاط المركز هون، لازم أحطه وين؟ عند صفر. إذا شو صارت السيارة؟ دالها صارت صفر اثنين. بعوضها خلصت السؤال. في أربع أشكال بطلع هاي. بطلع أربع أشكال نعم. لازم يطلع أربع أشكال. بناء عليها هذا الكلام، لانه بدك تيجي تعمل اللي هي الفرقيه. طب سؤال، لو جينا سويناها بدقه هالسعيات، ما دام صرنا كاشفينها اللي هي 0 و2، المركز 0 و2، خليني امسح هاي، خليكم حافظينها 0 و2 المركز، خلينا نشوف كيف بده يطلع منظرها، قصدي نشوف احنا اللي سويناه يعني صح ولا غلط. هاي صفر واثنين وين راح تيجي؟ حكينا هاي واحد وهاي اثنين، هاي صفر واثنين صح؟ ونصف القطر قديش؟ ثلاث، يعني راح تمس عند هاي، معناته الدائرة بدها تمشي هيك، هاي واحد اثنين وهاي ثلاث، راح تيجي هيك وهون راح تطلع ثلاث وهيك راح تيجي ثلاث، يعني إذا أجت مضبوطة أتوقع حيث 100% أجت. نتأكد من المعلومات 100%. طب هسه لو بدنا نيجي نطلع الباقيات شو بنسوي؟ كيف نطلع الباقيات؟ الحكي. طب أجيب انعكاس هاي في الخط هذا، مش هاي 0 و 3 0 و 2 آسف، عملها انعكاس هون شو بتصير؟ بدك تمشي قديش؟ ثلاث خطوات، بدك تمشي هون ثلاث خطوات، 6 و 2 هاي 1 هاي 2 هاي ثلاث، راح تيجي ستة واثنين، برافو عليك، راح تيجي هون ستة واثنين، ونصف قطرها ثلاث، معناته هاي كمان معادلة. يلا الآن بدك تيجي هيك، نعمل لها انعكاس هون في المحور هذا، بتطلع اللي وراه. آه. هو حاله بجوز على حالة واحدة، لا حاله على أربع حالات، مبلغ. نفس الطريقة. خلصنا منها هاي. طب هون تمس كل من المستقيم سين يساوي صفر وصاد يساوي سالب اثنين وتمر بالنقطة ويقع مركزها في الربع الأول وطول نصف قطرها أكبر من وحدتين. هذا أجا مرة توجيهي، هذا السؤال أجا توجيهي مرة. خليهم هذول المرة الجاي يصير في أسئلة أصعب. إذا وصلنا عند 16 وأنا خلينا نتذكر 16 17 18 إني ضايل
تقريبا ثلاث أسئلة أو أربع أسئلة، هذا في الكتاب السؤال. وصلنا عند 16، خليكم متذكرين عند 16. إذا المرة الجاية شو بدنا نسوي يا جماعة؟ نحل، نشوف أسئلة الكتاب، مش راح نحل يعني، راح نمشي عليهم سؤال سؤال. بس إيش نسوي؟ بدنا نشوف يعني هل يعني في إشي صعب بحاجة إن نحله ولا لا. إذا ما في بنحل الأسئلة الخارجية وخلاص. تمام هيك؟ تمام. يلا يعطيكم العافية. متى الحصة؟